مشاهدي محمد يابريس، السلام عليكم في أول حلقة من برنامج أجي تشوف. وكما كتشوفوا بصورة كنتواجدوا بالطريق السيار الرابطة بين جماعة بني يخلف وجماعة المحمدية، والموضوع وهو أننا نطلعكم على المشروع الهام اللي طالما انتظرته السكينة ديال مدينة المحمدية وهو الطريق البدال. كما كتشوفوا بالصورة الأشغال تقريبا نقدر نقول أنها وصلت لنسبة 75%. نشوفوا هنا بالصورة هذا المدخل ديال الرباط إلى مدينة المحمدية وبني يخلف. إذا الأشغال فيه تقريبا راها اكتملت في هذا الجانب هذا بنسبة حوالي 80%. الشارع الآخر باقي ما كملش. إذا هنيئا لمدينة المحمدية بهذا المشروع. إذا الطريق البدال 250 متر باش غادي اللي غادي يمكن ان الناس يدوزوا للرباط او لا يدخلوا للمحمديه. كتشوفوا بالصوره المكان اللي بعيد شويه علينا وهي المنطقه ديال الاداء. كيف ما كتعرفوا هذا الطريق البدال ليس بالمجان، من المفروض انه كما سمعنا وكيف ما عرفنا ان الثمن ديال الناس اللي غادي يبغيو يمشيو من هنايا لمدينه الدار البيضاء الثمن هو 7 ديال الدراهم. كنعتبرها انه هو ثمن رغم ذلك رمزي، لان هذا المكان هذا مهم واستراتيجي بمدينه المحمديه ووسط المحمديه، انك تجي من مدينه الدار البيضاء وتدخل من هذا الطريق البدال الى المحمديه بدون صعوبه. فالثمن ديال 7 دراهم اعتقد ليس بمبلغ كبير. اذا كما شفتوا بالصوره محطه الاداء كتبتعد من هنايا بنسبه كتبتعد بنسبة 200 متر على شارع سبتة على مستوى بني يخلف والمحمدية. واحد المواطنين، السلام عليكم، واحد المواطن كيقول لنا الضوء انه ما كاينش هنايا. ان شاء الله تكون هذه الرسالة وصلت للمسؤولين ان الانارة ما كايناش. طبعا راه كيكون الكريساج هنايا. هو مشروع طبعا كلف الكثير وشحال انتظرته الساكنه ديال المحمديه. طبعا الساكنه المحمديه ايضا استفدت من طريق بدال بالمصباحيات اللي هو الان راه في الاشغال ديالو، تقريبا راه وصلت ل 65% حسب علمنا. وان شاء الله ضمن برنامج اجي تشوف غادي نمشيو ان شاء الله ونعملوا ريبورتاج بشانه. اذا هذه محطه الاداء تقريبا كما قلت لكم راها اكتملت على ما ارى بنسبه 80%. هناك عده اجهزه اللي كدار هنايا ديال المراقبه ديال الرادار، بزاف المسائل. اذا هذا المكان هذا اللي صراحه للاسف ما كاينش شي مهندس اللي غادي يشرح لنا، ما عرفناش علاش هذا المكان هذا هنايا. اذا نكتفي بهذا القدر من اول حلقه من برنامج اجي تشوف على محمد يابريس. اذا الى اللقاء.